برضه بيحصل من انفسنا من الغل بتاعنا. ماشي. هي إيه بقى ارزاق المعزه دي؟ ام 25 ناس محمد. والمعزه دي ام 5000. والمعزه دي احكيت المعزه دي. المعزه دي محمد الرجاله كانوا معلقين عليها وما يعرفوش ان دي ارزاق بتاع ربنا. المعزه دي بما الناس دي ما تعرفش ان دي ارزاق بتاع ربنا. المعزه دي راجل علق عليها يقول لك ده كانت عندي، واحد يقول لك كانت وما عشرتش، وواحد يقول لك دي اتباعت، وكلام حوار كله حوارات كلها. هو ده كله برضه بيحصل من انفسنا من الغل بتاعنا. ماشي. هي بقى ارزاق بتاع ربنا. المعزه دي عشر دلوقتي، والمعزه دي مش هبيعها دلوقتي خالص. المعزه دي ان شاء الله مش هبيع المعزه دي الا لما اوري المعزه دي والدك بمشيئتك يا رب. مش معنى السبب ربنا اعطانا عم هوري له المعزه دي والدك عشان هي اللي كانت عنده ما كانش يعرف قيمتها. ولا وخلي بالك يا محمد، الحاجات دي بتتنقل من ديده لديده، وكلها دي ارزاق بتاع ربنا. الحاجات دي كلها بتتنقل. قصدك بتتنقل؟ قصدك يعني كانت بتاع واحد النهارده بقى بتاع واحد، ولا قصدك على المصاريف؟ ده انا بقصد يا استاذ محمد ان اي واحد يكون بيعرض سعي ولا شاب قيمه عند حد ولا شاب بتاع، خليها كانت بتاعته. وهو خد نصيبه فيها وباعها. ما يدورش بقى، ما يدورش عليها تاني. يدور على ايه بقى؟ يدور على ايه؟ يقول الله يبارك لاصحابها. هو ربنا يبارك له برضه. لما كل واحد يشوف عنزه ولا يشوف جاموسه ولا يشوف بقره ولا يشوف عجله ولا يشوف اي حاجه في الدنيا يقول لك ده كانت عندي. لما الحاجه دي الاخر اللي خدها منك واكلها وصرف عليها، وده خدها برضه ورزق منها. المعزه دي ثبت العشر بتاعها؟ في عالم بقى سبحانك رب، ربنا يكفينا شرنا وانفسنا. ثبت العشر بتاعها؟ انا ثبت عشر، وان شاء الله مش هوري لها الا عيالها بمشيئه المولى. ان شاء الله المعزه دي مش هتتباع الا لو كنت فاهم. المعزه دي غالي عليك؟ المعزه دي غالي عليا بقى. انا بقى هتحدى الرجاله دي واتحدى نفسي بسبب المعزه دي، ان دي ارزاق بتاع ربنا. بس العالم دي طب ما عايزين نفهم الناس اللي حصل، الناس اللي متابعه معانا الحكايه. المعزه انا عرفتها يا استاذ محمد وراجل معلق على المعزه دي، بقول لك دي المعزه دي كانت عندي. قال لها كانت عندي. انت كنت عارضها بكذا؟ قال لك المعزه دي كانت عندي وانا بايعها بكذا. ايوه ده حقيقي. تمام. انا ما خدتش منه معيس، وانا مش واخدها منه. انت شاريها من هو باعها لواحد وانت شريتها منه؟ انا خدتها من واحد. تمام. وجاي بيقول لي المعزه دي بتاع مين؟ المعزه دي كانت بتاعتي ويرن عليا. يا هو اعطاها للراجل ده عشان يخسر، ولا هو ما يعرفش قيمتها، ولا هو بيدي الحاجه دي للعالم مش عشان يرزقوا فيها؟ راجل خدها منه. انت راجل الله يبارك لك في فلوسك، وهو راجل برضه الله يبارك له واخدها عشان ياكل عيش. تمام. يبقى لا تبوظها، لا الكلام، لا الكلام اللي ملوش عازه. وانا برضه خدتها عجبتني، خدت المعزه، انا عرفت قيمتها. واللي خدها برضه كان فيها عيش كان عارف برضه معناتها ايه. تمام. كل اللي دي بتتنقل من ده لده، وهي المعيز كلها بتتنقل، وكل واحد بياخد رزقه. انت اللي زعلك بقى في الموضوع ده؟ اللي بيزعلني حاجه واحده على نفسي انا بقى. في ناس ربنا جعلها من موقفين الحال. هو باع، انت قصدك ان هو باع، الله يبارك للي يشتري واللي يبيع، خلاص ما بقتش ملكه. ده ارزاق بتاع ربنا، ده بقى لسه هياخد رزقه منها. تمام. مش كل ما اي واحد يشوف اي معزه عندي او عند غيري يقول لك ده كانت عندي، دي مش عارف ايه. طب هي كانت عندك وربنا ما يستناكش فيها ناس كتير كانت عايشه اهو. وانت كده تعمل فيها مش هتبيعها دلوقتي؟ المعزه دي مش هبيعها. مش هبيعها الا لما اوري له عيالها والمعز دي بتصنع كيف، والمعز دي مش كل اي راجل يقنيها. واللي صنع على النبي يكسب يا استاذ محمد. المعزه دي احنا نزلناها يا جماعه، واحد شافها قال المعزه دي كانت عندي وسعرها كذا. طبعا انت قلت هو كان عارضها بسعر غير السعر طبعا، فان هو كان مش شاريها منه، هو شاريها من واحد تاني. فدي الفكره يعني. سبت 13 بتاعك هتقف مع الذكر، و10 مش هيبقى ان شاء الله لما تولد باذن الله تعالى. صبي عرضها عشان السبب ده. واللي صلى على النبي يكسب يا استاذ محمد. انا هتحدى نفسي بالمعزه دي. هات بقى وجه رساله. واهم حاجه اللي شيل الفيديوهات بتاع النهارده ده صلى على النبي. المعزه دي ام 25 ناس محمد. والمعزه دي ام 5000، والمعزه دي ب 10000.
المعزه دي ب 10000 وضربه جديد. المعزه دي ب 10000. هذه ب 10 والاثنين دول بكام؟ والاثنين دول ب 7000 ونص يا محمد. ودي ب 10. ودي ب 10000. والمعزه دي انا كنت عارضها قبل كده. كنت عارض المعزه دي قبل كده. كنت بايعها لواحد. عرض المعزه دي قبل كده كانت ب 17000 جنيه. وايه اللي حصل يعني؟ واللي خدها ولد عنده لو مغزى ولد عنده وما سالش فيها. ساب ولادها في الندى ولدت بالليل. وهو ما شافهاش سابها كده على الحضير على السطح ولادها مات وهي ولدت لوحدها. تمام. وجت عشرت عندنا. واللي صلى على النبي كسب وكسر برضه ست سنتها. تمام.